قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع أمس إلى 361 حالة، بزيادة 57 عن اليوم السابق. وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ. هذا وارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في الصين بمقدار 2829 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 و 17,205 مصابين.